كيف تقيس نشاطات المبيعات؟ فإذا أول شغلة بتعملوها هي تعقب عدد ومصدر عملاء المبيعات المتوقعين، هدول بعد ما صاروا عملاء هم، شوفوا مين معقول يكونوا العالم اللي تحدثوا معنا بس بعد ما اشتروا من عندنا. تاني شغلة تعقب عملية التحول من عملاء مبيعات متوقعين إلى مبيعات فعلية، فإذا قديش عنا عالم عم يعملوا كونتاكت معنا، عم يتواصلوا معنا وعم يتحول إلى عملاء أو زبائن فعليين. وتالت شغلة تعقب متوسط قيمة الصفقة. إذا كل وحدة منكم بتخليكم تعرفوا شغلة، إذا كان عدد ومصدر عملاء المبيعات المتوقعين واطي أو منخفض، اللي فينا نعرفه هو إنه يمكن نحن الدعاية اللي عم نعملها ما عم توصل لكتير عالم، أو يمكن ما عم توصل لكتير عالم من العالم اللي هن بخصونا بالنسبة للمنتج تبعنا. فإذا يمكن هون بهيدي الحالة لازم نشتغل أكثر على الدعاية وعلى كيف بدنا نوصل المسج أوكي أو الرسالة للعملاء. إذا كانت عملية تحول من عملاء مبيعات إلى مبيعات فاعلية كمان منخفضة، هون كمان بيكون عندنا معقول تكون المشكلة بأنه المنتج بحد ذاته منه مقنع للغاية لحتى العالم يقدروا يقتنعوا ويشتروه منه. فإذا هون معقول نطلع أكثر على المنتج، ويكون هون نطلع على المشكلة اللي معقول تكون موجودة بالمنتج. وآخر شغلة متوسط قيمة الصفقة، إذا كانت كمان منخفضة فإذا يا أما أنا أسعاري منا منيحة بالنسبة للسوق، يمكن هي أوطى من السوق، أو يمكن إنه أنا عندي كوست كثير عالي، فإذا هذا الكوست العالي عم بخليني أربح كثير قليل بالصفقة اللي أنا عم بعملها. تعقب عدد ومصدر عملاء المبيعات المتوقعين، دعم قياس لاحتساب عدد عملاء المبيعات المحتملين الذين تحصل عليهم يوميا. فإذا هذا هون بخليكم تعرفوا مثل ما كنت عم قلكم إذا كان التسويق ناجحا أم لا. عمليات التحول من عملاء مبيعات متوقعين إلى مبيعات فعلية، اللي هي لازم تعرفوا إنه الفرصة الأكبر في عملاء المبيعات المتوقعين هي الفرصة الأكبر إنه يتحولوا إلى مبيعات. فإذا اللي بعد ما تحولوا هن أكبر فرصة عندكم إنه تقدروا تحولون لمبيعات متوقعة أو لمبيعات فاعلة، لأنه هول هن العالم اللي سمعوا بالمنتج تبعكم. فإذا أنتوا صرفتوا مصاري وأموال لحتى تسمعون بالمنتج، فإذا بتعملوا دعاية هن سمعوا فيه بس بعد ما اشتروه. فإذا الخطوة ليكونوا بين ما يسمعوا فيه وبين ما يشتروه أصغر من إنه إذا كان حدا منه سامع فيه وعم ترجعوا تعملوا ذات النشاطات لحتى يسمعوا فيه وذات الدعاية لحتى يسمعوا فيه، ومن بعدها انه ترجعوا تعملوا عملية البيع. اذا بتعرفوا منين العالم اللي سمعوا بالمنتج تبعكم بس بعد ما اشتروه، فيكم تعرفوا على اساسه كيف تقدروا توصلوا لهدول العملاء اسرع من المنافسين اللي عندكم. هون متوسط قيمة الصفقة مثل ما كنت عم قلكم، قيمة الصفقة اول ما تعرفوا قديش عم تكون قيمتها فيكم تعرفوا اذا فيكم تزيدوها او تنقصوها حسب شو هي، واذا زدتوها بقديش بتزيدوها وإلى آخره، وأنت بتنجح وأنت ما بتنجح.